طبعا هنا راح نشرح لكم معلومات أكثر شلون أنت تبحث وتبحث عن تخصصك المناسب، ومعلومات أكثر عنه. راح تضغط سفير الجامعات، راح تختار اسم الدولة، مثلا هنا راح نختار أستراليا. تختار الدرجة العلمية، هتكون ماستر مثلا. هتبحث، عند البحث راح تجد جميع الجامعات اللي معتمدة وموجودة في أستراليا. كمثال راح ناخذ جامعة University of Queensland. راح نشوف هنا انه Master of MRI مقفل، فانت راح تبحث عن تخصص مناسب ثاني. في تخصص مناسب ثاني اسمه MMIT which is Molecular Imaging. هتضغط موقع الجامعة عشان تتأكد من معلومات عن هذا التخصص. هتضغط Menu، بعدين هتروح لل Future Students. هتبحث في البحث باسم الكورس عشان يسهل عليك عملية البحث. عشان تلقى التخصص اللي تبغاه بسرعة راح تضغط على Filter Post Graduate Coursework. هتنزل تحت هتلقى تخصص ماستر اوف موليكولار ايمجينج تكنولوجي موجود. هنا بنحصل معلومات اللي تخص هذا التخصص. راح نشوف اللوكيشن اللي تدرس فيه التخصص، موقع الجامعة. راح يكون سنة ونص فول تايم. راح نقرأ البروجرام ديتيلز، راح يشرح لك انه الموليكولار ايمجينج ايش هو. بعدين هيعطيك معلومات اكثر. هتنزل تحت للادميشن كريتيريا، متطلباته راح يقوم يشرح لك اياها، وراح يبين لك انه لازم يكون عندك ميديكال ايميجينج او في تخصصات ثانيه ممكن تقبل ككيمستري فارماسي فيزيكس كمبيوتر ساينس، بس للاسف راح تواجه مشاكل في التصنيف لاحقا لانه لازم تخصصك يكون امتداد هنا عندنا في السعوديه. متطلبات اللغه 6.5 ايلتس و87 توفل. راح اشرح لك هنا نوع الفيزا اللي انت لازم تكون عليها. وهتخش بعدين للبروجرام ستراكتشر للكورسز اللي راح تدرس في هذه المادة. اول ما تدخل راح تحصل بارت A B C. A it means core units، يعني لازم انك تدرسها كلها. B elective courses. C عندك نوعين من البروجيكتس، في research project يعادل مادتين، وعندك الديزرتيشن يعادل 3 مواد. طبعا لو اخذت ريسيرش بروجكت اللي يعادل مادتين لازم تاخذ ماينر ريسيرش بروجكت معاه عشان يصير عندك 25% من دراستك بحث. خلينا ناخذ مثال على 7100 اللي هي ماجنتيك ريزونانس ايميجينج فاندمنتالز. هنخش هنحصل جميع المعلومات موجودة هنا في الجانب الأيسر. هنخش على ال internal which is on campus course profile. هيعطيك معلومات عن الكورس، وش وضعه، ايش المواد المتطلبات اللي تدرسها قبله. بس انت راح تروح على assessment عشان تعرف شلون تقييم المادة. هتحصل ال assessment like quiz 20%، السايمنتين كل واحد 1 14 والثاني 16 عبارة عن أسئلة وتجاوب عليها. راح يكون عندك فاينل اكزام عليه 50%. عشان تاخذ معلومات أكثر عن الفاينل اكزامز راح تضغط عليها، هتوجد شلون التقييم حقه. راح يكون 10 دقائق ريدينج، وعندك 120 دقيقة ديوريشن للاختبار. يشرح لك الفورمات، هتكون multiple choices. مثلا structure of exams راح يعطيك إياها. هذا كل المعلومات اللي تخصص بالبروجرام. تطلع مرة ثانية وترجع تاخذ